السلام عليكم، معكم عبد الهادي، نضيف من مدينة كولومبوس ولاية أوهايو. اليوم ما شاء الله نتكلم على التقمص. درت فيديو ولكن ما عجبنيش، ما درت فيه أغلاط في لفظية وبعض المعلومات غلطت فيهم وعاود نصححهم. ألوغ حيت داك الفيديو ندير هذا إن شاء الله. وبديت بهاد الأغنية ديال كروسبي ستيلز ناش يونغ CNSY، جروب امريكي ديال تيلعب الروك، تلعبوا في الستينات وفي السبعينات، لاسيد روك. و هما هاد الجروب، هاد الاغنيه كتهضر على التقمص اللي غنتكلم عليه اليوم، الانكارناسيون. و الاغنيه كتكلم على التقمص. وهاد الجروب راه معروف، السكسي ديالو هو يعني الاغنيه المشهوره اللي تشهروا بها في طنطن في اواخر الستينات، ستين، كان مراكش اكسبريس، كان على واحد مراكش اكسبريس، واحد القطار تيمشي من الدار البيضاء لمراكش، تران. الوغ ان شاء الله غادي نبداو نتكلم دابا على التقمص. التقمص في اللغة زي من القميص، يعني بحال الانسان تيلبس قميص استقدام وتيعاود يشري قميص جديد وكيلبسو. بلونغلي انكارناسيون، الانكارناسيون الكارني الاصل الانكارناسيون، كاينه رينكارناسيون، كاينه انكارناسيون، والاصل ديال الكلمه من الكارني، كارني هو اللحم، فلاش الفلاش. الوغ الانكارناسيون هي عمليه دخول الروح في واحد الذات، واحد الجسم، ميلاد تتزاد، ماشي كتدخل يعني الروح كتمشي لاي جسم نو، كتزاد كما بيبي. ولا رينكارناسيون يعني عدد استمرار هذه العمليه عده مرات، تسمى رينكارناسيون. الوغ ان شاء الله هاد لينا كاع الديانات هذه الابراهيميه ثلاثه بالاخص ما كيعتقدوش هاد الظاهره، هذه الحقيقه. الوغ الا بعض بعض الفرق قليله، بحال دابا في المسلمين كاينين الدروز، وكاين شي حاجه في تركيا يمكن بعض الفرق، فهمتي، الى بعض الافراد او ثاني افراد كاينين كثار مسلمين يامنوا بها واللي كيعتقدوها، خاص اللي عنده تجربه فيها اللي تيتفكر انه راه عاش واحد الحياه قبل داكشي. وفي اليهود كاين الحاسيديك، وكاين دوك سميتهم الشباطين، هادو تاهما تيعتقدوها. وفي المسيحيين شي حاجه قليله بحال شكل المسلمين الا الافراد. وبطبيعة الحال كاين واحد جوج الملاير تقريبا ديال البشر كتعتقد هاد، على الأقل واحد جوج الملاير، منهم البوذيين كلهم، منهم الهندوس والسيخ، يعني قاع دوك المناطق في آسيا تيأمنو بها. و هي الرينكارناسيون خلاصة أن الإنسان ملي كيموت ما كيرجع، ما يمكنش مثلا انسان يكون يعني متقمص واحد الشخصيه ولا واحد الانسان اللي هو مات حتى تزاد، خصو يكون هذاك الانسان راه مات عدا كيتزاد هو، يعني تيموت الفرد الروح الاولى ملي كتموت في الذات، تخرج من الذات الاولى كيتوقع الموت عاد كيقدر يحيى، ما يقدرش يحيى بقى الروح في هذيك الذات حيه ويعاود يتزاد بيبي عاد الاخر يموت، لا ميمكنش، ما كايناش هاد المساله. لغه هاد الرينكارناسيون هي مذكوره في الانجيل، مذكوره في بعض الاقوال في الانجيل، في العهد الجديد، الانجيل هو العهد الجديد. الوغ ومذكورة في القرآن، حيت أنا يلا بديت كان كنعرف أشني الرينكارناسيون، وبديت كنآمن بها، تنعتقد هادي تقريبا شي 9 شهور تقريبا،
العام. الوغ ما عنديش باقي ما بحثش في الاسلام مزيان، في الاخص في القران نقرا بعد باش نقدر نكتشف بعض الايات ولا هذا اللي عندها علاقه به، الا واحد الايه وحده هي اللي لحد الان هي اللي عرفتها. شويه صعيبه، ماشي يعني ما واضحاش، حتى المفسرين المسلمين بالطريقه ديالهم ما قدروش يشرحوها، يعني فيها شويه ديال الاختلافات. هي سورة الأعراف الآية 172، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه الملائكة اللي كتقول دابا قالوا بلى شهدنا، شهدنا أن على أنفسهم، قالوا بلى شهدنا أن على أنفسهم ألست بربكم، ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ذلك غافلين. هذه في سورة الأعراف آية 172، وكاين في البيبل في العهد الجديد كاين ماتيو سفر متى، ماتيو سورة 11، سورة 11 وسورة 17، سورة 11 الآية 14 15. كتقول بالانجلي هنا and if he will receive it this is Elias Elijah Elias which was for to come he that had ears to hear let him hear. يعني أنا قال لهم بأن إلياس غادي يعاود يرجع، اللي بغى يسمع يسمع، يعني اللي عنده هذا هذه راه يسمع. وكاين في الاخرى ديال 17 سوره 17 الايه 12 13. But I say unto you that Elias has come already and they knew him not but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the son of man suffer of them. Then the disciples understood that he spake into them of John the Baptist. يعني هنا كان قال الحواريين هما disciples حواريين، قال لهم بان راه يعني غادي الياس كان قبل من قبل كان راس النبي قبل من هذا من جون ذا بابتيست، حيت جون ذا بابتيست هو ودخلت عيسى زادوا في واحد، هو تزاد قبل من عيسى واحد شويه يعني واحد الفتره قليله وعاود زاد هذا خلق سميتو عيسى. الوغ قال لهم بان جون ذا بابتيست هو الياس، وفهموها هما يعني عندهم في البايبل. انا يلا شويه بشويه غادي نبدا نبحث في شكل في البايبل، لان هما المسيحيين بحال المسلمين في هذا الانكارنيشن، ما تيقول لك لا كنعيشوا مره واحده كنموتوا، لان هاد الحقيقه ديال التقمص حيدوها قبل من قبل مجيء الاسلام، قرون من بعد بعض 3 ولا 4 قرون بعد المسيح، واحد الامبراطور روماني اسمه جاستينيان ذا فيرست، جاستينيان الاول، هو اللي حيد هاد التفاسير وهاد الاعتقادات ديال الانكارنيشن. ما افون قبل كانت منع عليهم. الوغ وكاينه فواحد الصوره ديال سوره مريم، سوره مريم كاينه ايه هذا الايه 11 ديال يحيى، الايه 11 ايه 12. المهم ما نبداش من الاول، يا يحيى خذ فخرج على قومه، هذا زكريا واب يحيى، فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه، يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. هنا وسلام عليه يوم ولد فعل ماضي، ويوم يموت مضارع، ويوم يبعث حي مستقبل. الوغ ويوم يموت يعني مازال ما مات. ما تيقول لك الله ارفعه، هنا كتبقى التساؤل شوية، واش عندها علاقة بالتقمص بواحد الشكل، ولا واش انسان يمكن منيتي مشيتي خرج من هذا الروح مشيتي ساعة يقرر واش هو باغي يموت، تكون عنده الموت صافي الاخر ما بقاش عاود يرجع، ولا تيبقى تكون عنده إرادة باش يرجع. حيت الانسان ملي تيبغي التقمص راه كترجع للدنيا باش كتكمل العمل ديالك، ماشي باش تترجع باش يعني تدوز واحد الحقبة في حياتك تعيش. نو كتدوز حوايج ما درتيهمش ما حققتيهمش في حياتك، حيت هنا فين كتانفيستي باش كتمشي لواحد واحد هذا واحد سميتو تمشي لواحد الافق احسن، واحد المكان اللي هو احسن من اللي كنتي فيه، ترجع لهنا باش كدوز امتحان باش كتنجح. الى نجحتي كتمشي لواحد البعد اخر احسن، يعني كترقي بحال نقولوا كترقي الروح ديالك. الوغ هذا يعني الانسان منين تيبغي يرجع تيكون تي تي ترجع على الإرادة ديالو، ولكن ملي غير كيتخلق كيتزاد كينسى، لأن ماشي ملي كيتزاد المجتمع اللي كيعيش فيه والأسرة والدين تيخلي حبسوك تيخليوكش تفكر يعني أنك راك تخلقتي وعرفتي عايش واحد الحياة وداكشي. هذا من الحوايج اللي مع الملاهي ديال الدنيا والماديات، وهذا كتاهي كتساعد على النسي، تتنسى بان راك كاين الاطفال تيعقلوا تيكونوا صغار. كاينين بعض الاطفال اللي دايروا دار واحد الدراسات هنا في جامعه فيرجينيا، كاين بعض الدكاتره داروا شي دراسه مشاو كاع يعني جالوا العالم كامل باش يشوفوا الاطفال اللي عندهم هما تذكروا الحياه الماضيه ولقاو حقائق بالاخص في الهند وداكشي، لان الهند ماشي ملي تقول لهم انا عاقل ولا كنت عايش وهذا ما تيش المجتمع شي امن تعتقد داك الشيء، ماشي بحالنا حنا ما تقدرش يقول لك لا انت مسطي ولا يضحكوا عليك ولا يقول انت كتخربق ولا فهمتي، لانهم ديجا غرسوا لينا دي القضيه راه ما كاينش. المهم لا التقمص يعني كتخلي الانسان الى هي ماشي ضد الدين، يعني بالعكس يعني كتجيك باش كتصلح راسك للدنيا الاخره ديالك واحد الحياه اخرى ديمونسيون اخرى. ان احنا ملي كنموتو الروح كتخرج من ملي كتموت تخرج الروح من الذات ديالك، كتخرج بطريقه عاديه ماشي بحال اللي كيصوروا لنا هما عذاب القبر عادي. كي انسان تيخرج من الروح ديالو ما كتحسي حاجه واحد الحراره واحد البروده وصافي فهمتي، ماشي بحال هذا الشكل ماشي دوغ الروح راه بحال قلتي يعني بحال واحد الطاقة، هي طاقة ماشي طاقة، لأن العلم ما قدروش يوصفوها ويعرفوها مزيان. الناس اللي تيعرفوا هادشي غير الناس روحانيين ولا بتجربة ولا اعتقادات، ولا العلم ما يقدرش، والعلم ده يقدر يزور لك هادشي يقول لك راه حاجة أخرى وهادي وهادي كيس هي الوغ. لا هاد الظاهرة العلم ما تيآمنش بها بطبيعة الحال. و كاينين حالات يعني ملي كان الانسان تيكون غادي يرجع لهذا، كاينين حالات ماشي على حسب، كاين اللي كيرجع باش كتكون كارميك رينكارنيشن، يعني كتجي باش كدوز واحد كتعيش واحد التجربه اللي هي بحال التجربه اللي سبقات، او لا كتعاود تحاول تحسنها داك الخطا اللي درتي كتعاود تصلح الخطأ ديالك. هي فيها حالات بزاف فهمتي، هي عندها علاقة بالشخص ما عندهاش علاقة بالمجتمع ولا بالشخص بوحده هو فهمتي. وكاين بعض الحالات اللي كتكون العائلة كلها العائلة كتجي متقمصة كاملة، ولكن ما كتجيش يعني كلها عائلة، كتكون قريبة وبعيدة ماشي ضروري من نفس العائلة اللي
ماتت ولا توفات كامله كذا اديبون. ولا وهاد الانسان يعني ملي كيكون يعني غادي يعقل، ملي كتعقل الحياة كلها كتغير، عندك مفهوم الحياة كله تيتغير بحال الله العظيم. ما كتولي بالك حياة بسيطة أو صغيرة أو شي حاجة طغية دايزة، كتصغار في عينيك، ما كتبقاش بحال قبل. ملي كتعرف انت بأن ريكارنيس تعرف راه غير باساج دايز، غير واحد الوغ يعني كاين اللي كيمشي وكيجي كيبقاو هما. كاين بعض الناس يقولك يعني عدة يعني آلاف المرات الإنسان تيمشي وتيجي. أنا ما نقدرش، ما عارف، ماشي سيغ، ماشي يعني سيغ أن الإنسان تيمشي بزاف وتعاود يرجع. ولكن اللي كنعقل على الحياة السابقة ديالي الأخرى صافي، ما تنعقلش على هنود مش أخرين. هما الهنود كاين اللي تيقولوا بأن هادوك السيخ والهندوس تقولوا بان ماشي دائما تقدر ترجع انسان، تقدر ترجع حيوان، فراشه ولا جرانه ولا كلب. كيقولك على حسب اشنو، كيفاش عشتي، كيفاش كانت الحياه ديالك قبل، كتعاود بحال لك انتقم منك الله باك ترجع حيوان. الله اعلم، المساله شويه صعيبه باش تامن بها. ولكن فلهذا الامر ديال التقمص راه كاين حقيقي ومخبينه علينا باش ما حنا من باش ما نطوروش الروح ديالنا، باش غير نجيو ونمشيو تاني ونساو ونعاودو نجيو. يعني هذا هو السبب علاش ما خلاوناش نامنوا بهاد الظاهره التقمص هذه. هي حقيقه ماشي ظاهره، حقيقه لغه اللي هو خصو يكون صبح. والانسان يعني ملي كيموت وكيعاود يرجع راه بحال تولي بحال لو ريسيكلاج، تبقى غادي جاي غادي جاي. واللي كيفهم شويه وتيعقل تيقدر فهمتي، لان راه ماشي ملي كتمشي لواحد البلاصه، راه كتمشي لواحد البلاصه اللي ربما ما عاجبكش الحال تما، كتبغي تطلع ضروري خصك ترجع للدنيا. الدنيا هادي تفتن فيها وداك الشيء وتربح تنجح باش تمشي لواحد المملكة أخرى. ولكن ملي كترجع على حسب الرجوع ديالك، لأن كيكون الرجوع ديالك عندك مع غير بيك أنت ولا بناس أخرين، ما كتكونش عارف الغارديانز الملائكة اللي كنقول حنا الملائكة تي راه سمعتوا الآية بلا شاهدنا، راه الملائكة اللي هضرت بزاف تحوج ملائكة هي اللي كتكون مكلفة بها. أغلبية في القرآن تتكون ملائكة ماشي الله اللي تاي، يعني منين كت غارديان كتجي كيفكروك تيبداو يعاونوك شوية، كيبداو يعاونوك باش تتفكر. يعني منين تيبداو يعاونوك ما خصكش تدور وجهك عليهم، يعني خصك تكمل ما تخفلش. ايوا هذا هو غير واحد معرفة عامة على الريانكارنيشن، وان شاء الله من بعد نعطي لي ديتاي كيفاش إيسا كيتفكر. حيت باش كتفكر راه كاين اللي كيتفكر، مثلا الدراري الصغار كيتفكروا تيعقلوا مثلا فين كان ساكن، تيقدر يعقل يقولك انا الحياة الاولى راه كنت مجوج بواحد السيدة سميتها فلان فلانية مثلا. إذا كان الظرف ديالو ما بين ما مات هو وما بين تولد، تقدر تكون ديك السيدة مازال حية، تقدر تموت من بعدو. ولكن غالبا تقدر هذا ملي كتسميتو كيقدر تيعقل على الحي فين ساكن ولا المزرعة فين تولد ولا بحال هادشي، كتعقل باللي ديطاي. الإنسان ملي تيكبر العقل تكبر تيعقل بواحد الطريقة أخرى، هي اللي بزاف ديال هاد الناس اللي متخصصين في هاد الميدان ما عرفوهاش شنو هي بالضبط. باش كتذكر باش داكشي اللي كيوقع لك في الحياه ديالك هو احسن تذكيره باش كتذكر. او حتى في هذا في
القرآن كاين بعض الآيات وبعض الكلمات في القرآن اللي احنا ما شرحهمش لينا كما ينبغي، ما نظنش بحال بالذكر. الذكر ما فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، يعني الذكر هو البيرسبشن، هو البيرسبشن هي شيقولوا ليها بالعربية، اللغة العربية الإدراك، إدراك يعني راه داخل في هذا الإدراك، راه داخل في هذا التقمص، باش كتفكر تعقل راه داخل في الإدراك، عملية إدراك perception. ألوغ متت داك الشيء علاش هما وضرو ضيقوا عندنا في التفاسير في القرآن، ضيقوا شي حوايج، داك الشيء صايبينو مزيان مشارحينو بواحد الطريقة أنت ما عمرك تفهم، عمرك تعرف. وفي نفس الوقت مدخلين شي خزعبيلات شي خرافات في الدين، مدخلينهم منهم حيت ان هذه مهمه تحيدت، وفي خرافات حاطينهم لينا، والناس تتبغي الخرافات، تتبغي شويه كتميل الخرافات، ما كاينش اللي يقدر لك الحقيقه، فهمتي؟ الخرافات تقدر تكون بواحد الشكل عملي كتنوض دير شي حاجه وهي خرافه، ولكن ما تعنيش ان الحقيقه راه مخا ما كتبانش راه ماشي حقيقه، بحال هذا الرينكارنيشن. اغلب الحقائق يعني حنا راه كنامنوا ايمان بواحد الحاجه اللي ما شناهاش، فهمتي؟ ولكن راه باش نرجعنا للدنيا راه ايمان، هذاك الايمان راه هو المؤمنين، تتعني ان واحد الناس اللي داروا واحد الكونطرا وغيطبقوها، دونك مؤمنين على واحد الحاجه. تكون مؤمنين يعني ماشي ضروري الايمان، هذه قضيه تقليديه، الفكر التقليدي انك تامن بالله راك انت هو المؤمن، لا. ملي كدير واحد الحاجه واحد الكونطرا مثلا انتخابات مثلا، الناس غادي بعض الافراد غادي ينتخبوا يتقيدوا في انتخابات باش غيطبقوا واحد القانون ولا شي مشاريع، وما عندهم كونطرا اللي قالوا العهد اللي غادي نديرو في هاد الانتخابات، علاش غنتخبو واش غنديرو واش غنديرو، كيتسموا مؤمنين على واحد المساله اللي هي داك المشروع ديال الانتخابات اللي عليه طير الانتخابات، رغم ملي ما تيطبقوش تيتسموا كافرين من هاد الناحيه هادي، تيطبقوا تيتسموا مؤمنين. هذا غا يعني احنا هما شرحوا لنا الدين في شي حوايج اللي خلاو مثلا الصلاه، قالوا لنا الصلاه هي ديك الصلاه اللي دي الصلوات الخمسه اللي كنصليو صافي، لا ديك راه ضمن الصلوات الاخرى، هذيك راه ايشونتيو، راه بحال شي حاجه كتوريك كيفاش غتعيش حياتك، كيفاش خصك تحترم الاوقات مثلا، نضبط مع الوقت ومع المجتمع ومع نفسك. هذا علاش الصلاة كاينة، أما راه كاينين صلوات أخرى، صلوات اللي هي عندها علاقة بالمعاملة مع المجتمع، مع الكون، مع نفسك، مع الناس، إلى غير ذلك. وغد إن شاء الله دابا هذا غير ملخص عام على الانكارنيشن، وبعد تنبعد إن شاء الله نتطرق للتفاصيل. السلام عليكم، وعيدكم مبارك سعيد.